باو وبالباو اخر من هزم الريال، وهذه كره موجوده وخطيره وريال يسدد وجول. جول لاتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد يتقدم في الديربي، ولاعب ريال مدريد السابق انطونيو ريس يضع فريقه ويضع جماهيره في المقدمه الان، يتقدم اتلتيكو وليس الريال في الديربي. تحدثنا على ان الديربي خاص، وهذا ما يؤكده الان فريق اتلتيكو مدريد. الكره بدات من رمية تماس انطونيو لوبيز، الكرة موجودة وملعوبة في الامام، وسيرخيو اغويرو الكرة لانطونيو ريس ركنها بهذه الطريقة، وبالتالي يتقدم فريق نادي اتلتيكو مدريد. كرة سليمة وجميلة، طريق يستعد ربما، والتعليمات ربما صدرت في اللحظات الماضية. جول جول تشافي الونسو ينهي معاناة الريال، وفي التوقيت المثالي، في التوقيت المثالي يعود ريال مدريد. نعم ابتسامة غابت في الشوط الأول لكن تعود في الشوط الثاني، الراسية العالية والمتابعة، ولاحظ أنه أمام سبورتينج خيخون من نفس المكان تقريبا وبنفس الأسلوب. سجل تشافي الونسو، الارتقاء عالي من راول البيول، ولكن للريال في المكان. الجول جول اربيلو، وهدف ريالي ثاني اليوم اللي ما كان محسوب حسابهم، هم اللي اعطوا ريال مدريد الفارق. ريال تنفس الصعداء في الشوط الثاني، ريال يبتسم في الشوط الثاني بعد معاناة الشوط الأول. بالفعل هذه الكرة من تشافي الونسو، الله، نقل الكرة إلى أربيلوا، مرور ممتاز، وضع الكرة في الشباك بعد ذلك، وبالتالي ريال مدريد ينهي معاناة أتلتيكو في الشوط الأول، يتقدم بها. يا سلام علي، هنا محاولة موجودة، الكرة بالفعل لجرانيرو، كرة موجودة وفرصة. جول من يحل المشاكل غيره، هيغواين، هدف ثالث في الشوط الثاني للريال، وهدف رقم 23 في الليغا. من يحل المشاكل غيره، 3-1 الدربي في الشوط الثاني مدريدي. شوف الكرة الماضية والخطأ أمام لاعب مثل هيغواين ممنوع، وبالتالي ريال مدريد يتقدم بثلاثة أهداف لهدف واحد. كرة بدأت من جرانيرو بهذه الصورة، يتقدم وبعد ذلك تجد ويتقدم. جول جول ثاني لأتلتيكو مدريد. نعم، ويا لها من مباراة، ويا له من ديربي. دييغو فورلان يضع كرته في الشباك، وبالتالي يقلص الفارق إلى 3-2. 3-2، 3-2. ما حدث في الدور الأول يحدث اليوم، نفس النتيجة.